بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم طلاب البكالوريا الكرام. اليوم رانا راح نديروا المراجعة الشاملة لوحدة الإنزيمات، ولكن قبل أن نقوم بالمراجعة الشاملة نقوم بصلاة على النبي، حيث يقول فيها الشاعر: أضاءت بك الدنيا يا رسول الله فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام من الله في كل خفقة، ماتت الأسماء كلها إلا محمدا، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. بعد البسملة والصلاة على النبي نشرع مع المراجعة الشاملة لوحدة الإنزيمات. صح، في الوحدة الأولى والثانية وش كنا نقوله؟ كنا نقوله باللي المورثة راح يحدث لها واش عملية التعبير المورثي باش نشكل عليها متعدد البيبتيد. المورثة في البداية يحدث لها عملية الاستنساخ باش نركب جزيئة الاريان ام. هذه جزيئة الاريان ام تنتقل من النواة الى الهيولة وهي حاملة وناقلة المعلومة الوراثية الى الهيولة باش نركب عليها واش متعدد البيب تيد. هذا متعدد البيبتيد، هذا المتعدد البيبتيد واش راح يصرالو؟ رايح يكتسب واش بنية فراغية. هذه البنية الفراغية رايح تؤهله لأداء تخصص وظيفي، ستؤهله إلى أداء واش؟ تؤهله إلى أداء تخصص، رايح تعطيله واش؟ أداء تخصص وظيفي. هذا التخصص الوظيفي قادر يكون واش عنده هذا التخصص الوظيفي، قادر تولي عنده وظيفة في النقل، قادر تولي عنده وظيفة واش في الدفاع عن الذات، قادر تولي عنده وظيفة انه يكون هرمون، قادر عنده وظيفة انه يكون عبارة عن انزيم، عنده وظيفة في الانزيمات انه يسرع التفاعلات الكيميائية. احنا وصلنا راح نهتموا التخصص الوظيفي اللي هو واش؟ اللي هو الانزيمات. صح، هذا الانزيمات، هذا الانزيمات كنا نهضروا عليها باللي عندها شكل نموذجي. انزيمات كنا نمثلوها بواحد الشكل نموذجي باش نمذجناها. كنا مثلا نديروا مثلا، كنا نديروا مثلا هذا الشكل. صح، في الانزيمات ايضا كنا مثلا نديروا مثلا هذا الشكل. مثلا كنا ايضا واش نديروا؟ نديروا مثلا هذا الشكل. هذا الشكل اللي رانا نغيروا فيه وش اسمه؟ هذا الشكل اللي رانا ديما نغيروا فيه وش اسمه؟ هذا الشكل اسمه الموقع الفعال. الموقع الفعال اهم جزء في الانزيمه هو الموقع الفعال. بعد قليل رانا رايحين نفصلوا مليح 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 في الموقع الفعال. صح، اول حاجه نبداو بالانزيمات. الانزيم وش قلنا عليه؟ الانزيم هدرنا باللي عباره عن واش؟ الانزيم هو عباره عن وسيط واش؟ حيوي. زيد الانزيم وسيط، وقلنا عليه باللي حيوي، وقلنا باللي يسرع ويحفز التفاعلات الكيميائية. وش معناها وسيط؟ وسيط معناها أن الإنزيم لا يستهلك، لا يستهلك أثناء التفاعل. الإنزيم لا يستهلك أثناء التفاعل. وش معناها الإنزيم لا يستهلك أثناء التفاعل؟ الإنزيم رايح يأثر على مادة التفاعل. الانزيم في الحاله نتاعو الاولى والحاله نتاعو الاخيره راح يبقى كيما راه، ما يصرالو والو. راح نعطيك مثال، راح نعطيك مثال. عندنا مثلا هذا انزيم، صح، عنده مثلا هذه ماده التفاعل نتاعو. صح، واش راح يصرى هذا الانزيم مع ماده التفاعل؟ واش راح يصرالو؟ راح يتشكل المعقد او اس. بعد ما يتشكل المعقد او اس واش راح يصرى؟ راح يتحرر الناتج، راح يتحرر الناتج. صح، لو كان نجو نلاحظوا الانزيم هذا، انزيم هذا، انزيم هذه زائدا ماده التفاعل، واش راح يعطي لك؟ راح يعطي لك المعقد او اس. بعدها راح يواش انزيم زائدا يحرر الناتج. لو كان نجو نلاحظوا الانزيم في البدايه، في بدايه التفاعل وبعد ما قام بتفاعل اتجاه ذي الركيزه وعطانا هذا الناتج، واش رانا نلاحظوا؟ لاحظوا باللي الانزيم راه بقى كيما راه، الانزيم لا يستهلك اثناء التفاعل. صح، صاحبي ايماجيني معايا نهار البكالوريا عطالك تمرين، قال لك نمذج التفاعل، نمذج التفاعل تاع الانزيم، اذا قال لك نمذج تاع التفاعل تعطي له هذا الشكل. اذا قال لك اكتب لي معادله التفاعل تاع الانزيم تكتب له هذا الشكل. سي بون، معادله وهذه النمج، هذه تمثل واش؟ هذه، هذه عبارة عن واش؟ هذه نسموها المعادلة، وهذه عبارة عن واش؟ هذه تمثل النمذجة، هذه تمثل النمذجة. صح،
شو معناها وسيط حيوي؟ حيوي يعني أن الإنزيم من طبيعة بروتينية، يعني أنه من طبيعة بروتينية. زد أنه وش؟ أنه ضروري لنشاط، أنه ضروري وش؟ لنشاط الخلية. الإنزيمات وسيط حيوي معناها ضروري لنشاط الخلية، وأنه من طبيعة بروتينية. عرفنا علاش أنه من طبيعة بروتينية. يسرع ويحفز التفاعلات الكيميائية، يعني على بالنا باللي الإنزيمات تسرع وتحفز التفاعلات الكيميائية، صح؟ إيماجيني جبنا معايا عندنا مثلا هذا، مثلا جبنا مثلا هذه الأنبوبة اختبار، حطينا فيها مثلا النشاء، حطينا فيها واش؟ النشاء، وحطيناها في درجة حرارة ملائمة، وحطيناها في درجة حموضة ملائمة. بعد مدة طويلة جدا لاحظنا تفكك هذا النشاء، صح؟ تخيل معايا، حطينا إنزيم اللي هو إنزيم الأميلاز وإضفناه لهذا الوسط. كيف ضفنا هذا الإنزيم لهذا الوسط؟ بعد مدة وجيزة جدا تم تفكيك هذا النشاء. عرفنا باللي الإنزيمات تسرع وتحفز التفاعلات الكيميائية، تسرع وتحفز التفاعلات الكيميائية بتفاعل معين. شو معنى تفاعل معين؟ اللي هي نقصد بها نوع التفاعل، نقصد بها نوع التفاعل. استاذ والله ما فهمتك، شو تقصد؟ شو معناها نوع التفاعل؟ يعني انه الانزيم هذا كيحفز الركيزه هذيك، كيحفز الانزيم هذا كيعمل على مدى التفاعل. هذه مدى التفاعل شو يقدر يدلها؟ تبع لي مليح. هذه مدى التفاعل يا اما يقوم بتفكيك مادة التفاعل، نسموه نوع التفاعل تفكيك، أو نسموه هادم، صح. النوع الدوزيام اللي هو واش؟ تفاعل تركيب، أو نسموه تفاعل بناء. النوع الثالث من التفاعلات هو تفاعل تحويل. تفاعل واش؟ تفاعل تحويل، صح. نبدأ أول حاجة بتفاعل هدم، تفاعل تفكيك. وش معناه؟ جبنا إنزيم، صح. هذا الإنزيم وش درنا له؟ ضفنا له مادة التفاعل، صح. بعدها وش صرا؟ تشكل المعقد او اس، صح. ومن بعدها الاو هذيك الاس، هذه مادة التفاعل. الانزيم هذه وش حولها؟ هدمها، قام بتفكيكها. لواش عطانا مثلا زوج نواتج، الناتج بي واحد زائد الناتج بي دو. هنا وش عندنا؟ ناتج بي واحد زائد الناتج بي دو، صح. نروحوا لتفاعل تركيب. شو معناها تفاعل تركيب؟ يعني انه عندنا انزيم وعندنا مثلا اكثر من مادة تفاعل، يا اما مثلا مادة تفاعل نسموها اس واحد زائد اس دو، صح. وش تشكل؟ تشكل معقد، ها، او اس واحد او اس دو. وش تحررنا؟ تحررنا او زائد ناتج واحد، عطانا ناتج واحد. من زوج مواد رجع عندنا مادة واحدة، يعني من مادتين ركبنا مادة واحدة، من مادتين قمنا ببناء مادة واحدة عن طريق هذا الإنزيم. تفاعل تحويل، وش معناها تفاعل تحويل؟ مثلا عندنا إنزيم زدنا له ركيزة، بعد واش هذا؟ راح يتشكل المعقد او اس. بعد هذا واش راح يصرى؟ راح يولي عندنا انزيم، وراح يولي عندنا واش؟ ناتج. عندنا ركيزه، هذه الركيزه قمنا بتحويلها الى شكل اخر اللي هي عطتنا ناتج، صح. بالنسبه للتحويل عندك الاس يساوي البي. بالنسبه لتفاعل تركيب عندنا عدد المتفاعلات اللي هو الاس اكبر من بي. بالنسبة لتفاعل هدم او تفكيك عندنا عدد البي اكبر من الاس، عدد البي اكبر من الاس، صح. هذا تفاعل تركيب، هذا تفاعل تحويل. اذا قال لك اكتب لي معادلة التفاعل، اكتب له هذه تاع التحويل، معادلة التفاعل تاع التركيب، معادلة التفاعل تاع الهدم، صح. نروحوا لحاجة مهمة جدا لأنني لاحظتها باللي راهي تتكرر عادة في تمارين البكالوريا، اللي هي نسموها نوع التكامل البنيوي، صح. هذا الإنزيم كي ثبت عليه مادة التفاعل راح يتشكل واش؟ راح يتشكل معقد أو إس، راح يتشكل معقد أو إس. وش راح يصير بينتهم؟
تكامل بين مثلا عندك انزيم، ماده التفاعل الاولى ماده التفاعل الثانيه، وش راح يتشكل؟ تشكل معقد انزيم ماده التفاعل الاولى مع ماده التفاعل الثانيه، راح يصير واش بيناتهم؟ راح يصير ايضا تكامل. بين هنا عندك انزيم ماده التفاعل معقد انزيمي اللي هو معقد انزيم ماده التفاعل، ايضا راح يصير واش؟ صار ايضا تكامل. هذا التكامل شحال عندنا نوع؟ عندنا شحال؟ عندنا انواع. شحال عندنا نوع؟ اللي هي نسموها واش؟ نوع التكامل البنيوي. نوع التكامل البنيوي. استاذ شنو تقصد لي بنوع التكامل البنيوي؟ راك راح تفهم مليح باذن المولى عز وجل، راك راح تفهم مليح. شحال عندنا نوع؟ عندنا نوعين، تبع لي مليح. عندنا نوعين اللي هو التكامل، عندنا النوع الاول تكامل مباشر، النوع الثاني وهو تكامل غير مباشر. تكامل مباشر وتكامل غير مباشر. نبدأ أول حاجة بالتكامل المباشر. شو معناه؟ عندنا مثلا إنزيم، ها هذا إنزيم، هذا إنزيم مثلا عنده الموقع الفعال من شكل هذا مربع، صح؟ عندنا مثلا مادة التفاعل تشابه البنية الموقع الفعال، وش راح يصرى؟ راح يتشكل المعقد OS. يعني أنه كاين تكامل مباشر. تكامل مباشر شو معناها؟ يعني أن بنية واش؟ يعني أن بنية الموقع الفعال تشابه وتشبه بنية الركيزة، لذلك راح يصير تكامل مباشر بينهما، صح؟ الحاجة الدوزيام اللي هو تكامل غير مباشر. شو معناها تكامل غير مباشر؟ معناها يعني أنه مثلا عندنا هذا إنزيم وعندنا هذه مفاعل، يعني الإنزيم ومفاعل رانا نلاحظوا باللي ما كانش تكامل مباشر، ما يقدرش يلزقوا مع بعضهم مباشرة، صح؟ يعني أنه عند اقتراب الركيزة من الموقع الفعال واش راح يصرى؟ يعني هذا الموقع الفعال رايح يغير الشكل نتاعو باش يكون ملائم ويكون يصرى تكامل بينه وبين الركيزة. يعني أن بنية الموقع الفعال لا تشبه بنية الركيزة، لذلك عند اقتراب الركيزة من الموقع الفعال هذه الركيزة تحفز الموقع الفعال على التغيير من شكله. بالضبط، تبع لي مليح، بالضبط. الفعال عبارة عن واش؟ عبارة عن أحماض أمينية. عبارة عن واش؟ أحماض أمينية. يعني أن الركيزة عند اقترابها من الموقع الفعال تحفز تغيير مواضع أحماض أمينية. كان عندها مثلا هذه المواضع، الأحماض راهي غيرت المواضع نتاعها باش تولي عندها الشكل الدائري باش تكامل مع هذه الركيزة. تكامل مباشر، لأنه مباشر نسموه تكامل القفل والمفتاح. تكامل غير مباشر نسموه بالتكامل المحفز. وش معنى التكامل المحفز؟ يعني أن الركيزة حفزت الموقع الفعال على تغيير شكله. الآن نروح لحاجة مهمة اللي رايحين واش؟ رايحين نفصلوا في الموقع الفعال، رايحين نفصلوا في واش؟ في الموقع الفعال. تبع لي مليح، راه ما كاين والو، ما كاين والو، ما كاين والو، ما كاين والو. رايح نعطي لك واش رايح يجيك في التمارين، راح نعطيك واش يجيك في التمارين، صح؟ الموقع الفعال هذا الموقع الفعال، صح؟ الموقع الفعال هو عبارة عن واش؟ هو عبارة عن شكل تجويف يتكون من أحماض أمينية. هذه الأحماض الأمينية تكون قريبة فراغيا بعيدة على مستوى السلسلة الببتيدية، صح؟ شو معناها؟ يعني مثلا انت عندك إيماجين، عندك هذه مثلا سلسلة ببتيدية، عندك مثلا هنا يا الحمض رقم 13، صح؟ وهذا الحمض اللي هنايا هو الحمض رقم 209. هذه البنية، هذه السلسلة خطية من الأحماض الأمينية، وش راح يصير لها؟ قلنا يصير لها انطواءات، يصير لها انعطافات، بعدها بالتالي وش راح تشكله في الأخير؟ بنية فراغية. هذه البنية الفراغية في الأخير البنية الفراغية، مثلا هذه البنية الفراغية في الأخير وش راح يكون؟ مثلا عندك هذه بنية فراغية. هذه البنية الفراغية في الأخير مثلا عندك مثلا بعد ما تصرى انطواءات وانعطافات وكلش، رايح مثلا هذا الحمض اللي راه هنايا،
وهذا الحمض اللي راه هنايا وهذا الحمض اللي راه هنايا على مستوى السلسله الببتيديه. مثلا هذا الحمض الاميني رقم 13 وهذا الحمض الاميني رقم 209، يعني انهم بعيدين على مستوى السلسله الببتيديه صح، بصح نهار اللي تتكون البنيه الفراغيه رايحين يكونوا قراب لبعضهم. هذا واش نسموها، لذلك نقولوا على الاحماض الموقع الفعال انها قريبه فراغيا بعيده على مستوى السلسله الببتيديه. اهم 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 الاحماض هي احماض الموقع الفعال صح. واش عندنا؟ عندنا هذا انزيم، هذا انزيم صح، هذا انزيم، هذا انزيم، هذا انزيم. واش عندنا؟ عندنا الاحماض، الاحماض المشكلة واش؟ عندنا الأحماض هذه واش؟ المشكلة للموقع الفعال. وراها واش كاين؟ كاين أحماض قريبة منها. عندنا أحماض قريبة واش؟ قريبة من الموقع الفعال. صح؟ ومن وراها أيضا واش كاين؟ كاين أحماض، هذه الأحماض هي أحماض بعيدة عن الموقع الفعال. صح؟ صاحبي صاحبي صاحبي. أحماض الموقع الفعال إذا تأثرت ولا صار فيها طفرة ولا صار فيها مشكل، راح يكون مشكل كبير وعويص، أنه رايح ما يخدمش بنسبة كبيرة على الركيزة. قادر يخدم وإنما بنسبة كبيرة ما راحش يخدم صح. وش عندنا أيضا؟ أحماض اللي هي أحماض الموقع الفعال صح. وأيضا وش عندنا؟ وش أيضا وش عندنا؟ عندنا الأحماض الخاصة بالإنزيم، الأحماض الخاصة بالإنزيم. الأحماض الخاصة بالإنزيم وش فيها؟ فيها أحماض الموقع الفعال، فيها أحماض الموقع الفعال، فيها أحماض الموقع الفعال. هذه الأحماض الموقع الفعال هي الأهم، هي الأهم على الإطلاق. الأحماض تاع الموقع الفعال نميز فيها نوعين. كاين أحماض تقوم بواش؟ تقوم بتثبيت، تقوم بتثبيت الركيزة، تقوم بتثبيت الركيزة. وكاين أحماض تقوم بتفاعل التحفيز، هي تحفز الركيزة، هي تحفز الركيزة. كي تحفز الركيزة واش راح يعطيلك؟ كي تحفز الركيزة بالتالي واش راح يعطيلك؟ راح يكون عندنا الناتج اللي هو الناتج بي صح. أحماض الأخرى اللي هي نسموها الأحماض القريبة والبعيدة من الموقع الفعال، الأحماض القريبة والبعيدة من الموقع الفعال صح. فيها القريبة من الموقع الفعال وفيها أيضا البعيدة من الموقع الفعال. إذا تأثرت، تبع لي مليح، إذا تأثرت أحماض الموقع الفعال راح يكون عندنا مشكل كبير 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 جدا، واحتمال كبير جدا أنه ما يخدمش. إذا تأثرت أحماض القريبة الموقع الفعال قادر يتأثر تفاعل، قادر يتأثر النشاط الإنزيمي، وقادر ما يتأثرش، قادر يتأثر وقادر ما يتأثرش. أما بالنسبة للأحماض البعيدة للموقع الفعال، أحماض البعيدة عن الموقع الفعال ما راحش تأثر نهائيا عن الإنزيم، ما راحش تأثر نهائيا عن الإنزيم صح. تبع لي مليح. إيماجيني عندنا هذا إنزيم، هذا إنزيم صح. هذا إنزيم واش قلنا؟ رايح يأثر على واش؟ رايح يأثر على ركيزة، هذه ركيزة، هذه الركيزة مثلا راح يأثر عليه. الموقع الفعال الحمض الأميني عبارة عن واش؟ الحمض الأميني عبارة عن واش؟ عبارة عن واش؟ الحمض الأميني، الحمض الأميني واش عنده؟ الحمض، تبع لي مليح، الحمض الأميني واش عنده؟ عنده جزء ثابت وجزء متغير. هذا الجزء المتغير في واش يتمثل؟ يتمثل في الجذر الألكيلي R صح. تبع لي مليح. بالنسبة للأحماض اللي عندها من الجهة الخارج، من الخارج عندها؟ عندها الجذر R، واللي راهي هنايا وشنو؟ عبارة عن الجزء الثابت. هنا الجزء الثابت عندها الجذر R، الجزء الثابت الجذر R، الجزء الثابت الجذر R، الجزء الثابت الجذر R، الجزء الثابت الجذر R صح. هذه اللي باللون الأحمر هي مثلتها هي أحماض التثبيت. هذه اللي باللون الأخضر، هذه اللي باللون الأخضر هي أحماض التحفيز. هذه هي أحماض واش؟ التحفيز. لذلك عندنا هذو أحماض التثبيت اللي هو نسموه موقع التثبيت، هذه هي اللي تثبت لي هذه الركيزة، وهذه الزوج الأحماض هي اللي تحفز لي ذيك الركيزة صح. كي نجيو نثبتوا في الركيزة، وش هي الحاجة اللي تثبت الركيزة؟ ما تقوليش الموقع الفعال. الموقع الفعال وش فيه؟ عنده أحماض التثبيت. الحمض الأميني وش فيه؟ فيه جزء ثابت وجزء متغير. وش هي الحاجة اللي تثبت؟ يثبتوا الجزء المتغير اللي هو الجذر R صح.
الجذر R قادر مثلا نلقاو مثلا جذر طويل جدا، الجذر في النهاية نتاعو مثلا عنده COOMO، قادر مثلا هذا الجذر عنده مثلا جذر طويل ينتهي مثلا بال NH3 بليز، مثلا هذا جذر طويل ينتهي مثلا بالأكسجين. يعني في الجذر المتغير وين؟ متغير، مش جزء متغير قادر نلقاه طويل، الجزء التالي آخر مجموعة كيميائية اللي هي نسموها واش الأجزاء النهائية، عن طريق واش؟ عن طريق الأجزاء النهائية للجذر الألكيلي R. صح. والركيزة وش عندها؟ الركيزة وش عندها؟ هل رايحين ثبتوها على الركيزة؟ الركيزة عندها مجموعات كيميائية، مثلا هذه عندها COOMO هنا، مثلا عندها NH3 بليز، يعني انه كيفاش راح تثبت هذه الركيزة؟ عن طريق واش؟ عن طريق الموقع الفعال، على بالنا موقع الفعال، موقع الفعال راه فيه احماض، عن طريق احماض التثبيت، هي ثبتنا عن طريق احماض التثبيت وش فيها؟ هي جزء ثابت وجزء متغير، عن طريق الجزء المتغير، الجزء المتغير راه طويل ياسر، عن طريق الاجزاء النهائية للجزء المتغير، واش راح تتشكل؟ راح تتشكل بينه وبين المجموعات الكيميائية للركيزة، واش تتشكل؟ روابط انتقالية، راح تتشكل واش؟ بيناتهم روابط انتقالية، في أغلب الأحيان تكون روابط انتقالية ضعيفة، همها الهيدروجينية والشاريدية. صح، واش عندنا؟ هنا واش عندنا؟ صح، واش عندنا؟ عن طريق الموقع الفعال، الموقع الفعال زيد احماض الموقع الفعال زيد الجزء المتغير اللي هو واش نقصد به، عن طريق الجذور الحره الاحماض الامينيه زيد الاجزاء النهائيه للجذر، الاجزاء النهائيه للجذر. صح. والركيزه واش عندها؟ عندها المجموعات الكيميائيه للركيزه، المجموعات الكيميائيه للركيزه مع واش؟ مع الاجزاء النهائيه للجذر، راح تتشكل بيناتهما روابط انتقاليه. اذا قال لك تكلم لي على كيفاش يحدث التفاعل الانزيمي، لازم تحكي له على اليه التثبيت كما راني نحكي لك الان، لازم تحكي له على واش؟ للتثبيت كما راني نحكي لك الان. صح. احماض التحفيز ايضا تتشكل بينها وبين مجموعات الركيزه مجموعة من الروابط كما صرا مع التثبيت، ولكن صرا مجموعة من التغيرات، يا إما راح هذه أحماض التحفيز تعطي لها مادة تعود ترجع مادة، المهم على حسب التمرين، على حساب التمرين راح تخدم أحماض التحفيز. هذه راح تجيكم كأفكار للتمارين، كأفكار للتمارين. يعني شكون اللي راح يثبت الركيزة؟ شكون اللي راه يثبت الركيزه؟ هي احماض التثبيت. شكون اللي راه يتحفز في الركيزه؟ احماض التحفيز. يعني انه وش احماض التحفيز وش راح تعطي لك؟ احماض التحفيز هي المسؤوله على الناتج، يعني شكون راهي مسؤوله؟ يعني احماض التحفيز هي التي لها نوعيه اتجاه، لها نوعيه اتجاه نوع التفاعل، اتجاه نوع التفاعل. وش معناها نوع التفاعل؟ اما راح يكون الناتج عبارة عن تفكيك، يا إما رانا فككنا المادة، يا إما قمنا ببناء مادة، يا إما قمنا بتحويل ذيك مادة التفاعل إلى مادة أخرى. اللي مسؤول عليها وشني؟ أحماض التحفيز. مدام أنه أحماض التحفيز هي التي لديها النوعية تجاه نوع التفاعل، يا إما تقوم لك بتفاعل تفكيك أو بناء أو تحويل، شكون اللي لديها نوعية اتجاه مادة التفاعل ولثبت المادة التفاعل؟ شكون هي أحماض تثبيت لديها نوعية اتجاه مادة التفاعل، يعني هي اللي تقوم بتثبيتها، هي اللي تقوم بواش؟ بتثبيتها. صح. نعود هذه باختصار، الموقع الفعال، الموقع الفعال يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية، هذه الأحماض الأمينية تكون بعيدة على مستوى السلسلة الابتدائية كما 13 و209، كي تصرى لها مجموعة هذه السلسلة الابتدائية راح تأخذ تصرى لها مجموعة من الانطواءات والالتفافات وتظهر فيها مناطق انعطاف. المهم في الأخير أنه راح نلقاو مثلا هذا الحمض الأميني 209 و13 هم الأحماض المشكلة للموقع الفعال، على بها سميناها بعيدة على مستوى السلسلة الابتدائية قريبة على المستوى الفراغ. صح. الأمينية الخاصة بالإنزيم، كاين أحماض مشكلة للموقع الفعال وهي الأهم على الإطلاق، وكاين أحماض القريبة من القريبة والبعيدة من الموقع الفعال. إذا تأثرت القريبة قادر يتأثر النشاط الإنزيمي وقادر ما يتأثرش، خاصة إذا تأثرت أحماض التحفيز، لأنه أحماض التحفيز هي اللي راح تعطيك تفاعل تفكيك ولا بناء ولا تحويل. إذا تأثرت أستاذ أحد أحماض التثبيت، يعني التثبيت راح يكون قليل، كي راح يكون التثبيت قليل يعني التحفيز راح شوي يطول، يعني أحماض التثبيت إذا تأثرت عادي يعني يقل التثبيت،
بصح اذا تاثر احد احمض التحفيز لازم هذا هو اللي يعطي لك الناتج. يعني راه عندنا مشكل كبير راك فاهم، كما جاء في بكالوريا على ما اعتقد بكالوريا 2019 ولا 2018 صح. الاحماض القريبه للموقع الفعال قريبه رايحه تاثر، رايحة تأثر على النشاط الإنزيمي. علاش؟ لأنه تشكل روابط مع أحماض التثبيت وتشكل روابط مع أحماض التحفيز لأنه قريبة منهم، بالتالي راح يتأثر النشاط الإنزيمي بصح ما يتأثرش بكمية كبيرة. أما بالنسبة للبعيدة لأنها بعيدة جدا لا يؤثر بتاتا. صح، أحماض الموقع الفعال فيها زوج أحماض التثبيت وأحماض التحفيز. أحماض التثبيت شو راح تدير؟ مثلا عندنا أحماض التثبيت راح تثبت لي الركيزة عن طريق واش؟ أحماض الموقع الفعال عن طريق أحماض التثبيت. حمض وش فيه؟ فيه جزء ثابت وجزء متغير. وشين الحاجة اللي تثبت؟ الجزء المتغير R. الجزء المتغير راه قادر يولي طويل أستاذ، الأجزاء النهائية للجزء المتغير للحمض الأميني صح؟ عن طريق واش راح يثبت؟ عن طريق المجموعات الكيميائية، يثبت مع المجموعات الكيميائية للركيزة. وش راح تشكل بيناتهم؟ روابط انتقالية ضعيفة صح. أحماض التحفيز راح أيضا تشكل بينها وبين المجموعات الكيميائية للركيزة روابط كما صار مع أحماض التثبيت. بالتالي يا إما راح تدي مادة ولا تعود ترجع مادة، على حسابها راح يكون نوع التفاعل يا إما تفكيك ولا بناء ولا تحويل. قلنا أحماض التحفيز راح تكون لديها نوعية تجاه نوع التفاعل يا إما تفاعل تفكيك أو بناء أو تحويل. أحماض التثبيت لها النوعية اتجاه مادة التفاعل، مادة التفاعل. الآن رانا رايحين نتكلموا على واش؟ رانا رايحين نتكلموا على واش هي العوامل، رايحين نتكلموا على واش؟ العوامل المؤثرة، العوامل المؤثرة على نشاط، العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم. صاحبي واش قريتو؟ قريتو يا إما تأثير درجة الحرارة، تأثير درجة الحرارة، راح نعطيك تأثير درجة واش؟ درجة الحموضة اللي هي تأثير درجة الحموضة اللي هي واش؟ اللي هي تأثير درجة الحموضة اللي هي درجة البي اش. صاحبي أستاذ قل لي والمثبطات والطفرات علاش ما راكش تحكي لنا عليهم في المراجعة الشاملة؟ صاحبي واحد الفيديو بإذن المولى عز وجل رايح يكون في أفكار الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة والرابعة والخامسة بالإضافة إلى أفكار التركيب الضوئي بإذن المولى عز وجل. راح ندلكم فيديو شامل لكل أفكار الوحدات، فيديو سبيسيال. أنا راني في المراجعة الشاملة راني ندير على الدروس وأهم التجارب درتها في الدروس في الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. من بعد راح ندلكم فيديو وحده سبيسيال اللي راح يكون فيه أفكار للتمارين. قريتوا باللي واش تأثير درجة الحموضة وتأثير درجة الحرارة. وش عندنا في تأثير درجة الحرارة؟ عدنا الحرارة، كاين درجة الحرارة المثلى، كاين درجة الحرارة المثلى، وكاين درجة الحرارة المنخفضة، درجات الحرارة المنخفضة، وكاين درجات الحرارة المرتفعة. صح، بالنسبة لدرجة الحرارة بالنسبة لدرجة الحرارة المثلى واش تكون فيها؟ تكون فيها البنية الفراغية، تكون فيها واش؟ تكون البنية فراغية، تكون البنية الفراغية مستقرة يعني مليحة 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 مليحة. يكون البنية الفراغية مستقرة واش راح تتشكل؟ راح تتشكل المعقد أؤاس، المعقد أؤاس في أسرع وقت. وراح يتشكل واش؟ راح يتشكل الناتج، وراح يتشكل الناتج بسرعة، راح يتشكل الناتج بصورة عادية جدا، وذلك نتيجة للبنية الفراغية المستقرة. والحرارة المثلى تبع لي مليح، ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة ملاحظة يعني لكل إنزيم صح، لكل إنزيم، لكل إنزيم درجة حرارة مثلى يعمل عندها، لكل إنزيم درجة حرارة مثلى يعمل عندها. قادر نلقاو إنزيم رقم واحد يعمل عند درجة الحرارة 30، إنزيم آخر عند درجة الحرارة 40، إنزيم آخر عند درجة حرارة 50، كل إنزيم وعنده درجة حرارة مثلى صح. بالنسبة للحرارة المنخفضة وش معنى الحرارة منخفضة؟ تكي تولي تتفرج للنشرة الجوية يقول لك درجة الحرارة منخفضة مثلا 1 ونقص 1 ونقص 2، وش راه يقصد؟ راه يقصد باللي درجة برودة، يعني أنه الإنزيم راح يخدم في درجة برودة. يعني كي نحطه مثلا
عدنا هذا وسط، حطينا مثلا فيه انزيم، حطينا فيه انزيم هذا، انزيم هذا، انزيم هذا، وحطينا فيه مواد تفاعل، حطينا فيه مواد التفاعل. هذا الانزيم، هذا الانزيم حطيناه في وسط، راح تكون الحرارة منخفضة جدا، بالتالي وش راح تصرى؟ راح تتجمد ذيك الجزيئات، بالتالي وش راح تصرى؟ راح تقل حركة الجزيئات، وش راح يصرى؟ تقل، صح، وش راح تصرى؟ تقل حركية الجزيئات، تقل حركية الجزيئات اللي هي انزيم مادة التفاعل. كتقل حركية الجزيئات، راح يصير تصادم بين الانزيم ومادة التفاعل على في الموقع الفعال ولا والو. تقل واش؟ تقل التصادمات، بالتالي راح تقل واش؟ بالتالي تقل تصادمات فعالة. كتقل حركية الجزيئات راح تقل التصادمات بين مادة التفاعل والموقع الفعال للانزيم. كتقل التصادمات شو معناها؟ تقل تشكل المعقدات او اس. كي تقل تشكل معقدات او اس واش راح يقل؟ يقل الناتج. واش يقل؟ الناتج. ويقل يعني انه واش صرا؟ قل، واش معناها؟ قل النشاط الانزيم، قل النشاط الانزيم. بالتالي كي تشكل المعقد وتشكل الناتج واش راح عندنا؟ نشاط انزيمي، نشاط حدوث النشاط الانزيم، صح، بالنسبه للحراره المثلى. بالنسبه للحراره المرتفعه، بالنسبه لواش؟ الحراره المرتفعه، الحراره المرتفعه رايحه تاثر على واش؟ تؤثر على البنيه الفراغيه للانزيم، خاصه واش؟ راح تكسر واش؟ خاصه الروابط الهيدروجينيه، خاصه الروابط الهيدروجينيه. نهار اللي تكسر الروابط الهيدروجينيه رايح واش؟ رايح يقل تشكل المعقدات او اس، رايح تتخرب ديك البنيه الفراغيه، رايح يقل الناتج، ورايح يقل واش؟ النشاط الانزيمي، رايح يقل النشاط الانزيمي، صح. باش تولي اكثر دقه، باش تولي اكثر دقه، قلنا الحراره المرتفعه كيفاش تاثر، والحراره المثلى والحراره المنخفضه. ايماجيني معايا، رايح تولي انت يا حاب تكون دقيق في التعبير. الحراره المنخفضه جدا، الحراره المنخفضه جدا، الحراره المنخفضه جدا كيف تؤثر؟ اذا كانت عندك حراره منخفضه جدا، ناقص 30 ناقص 40، واش راح يصرى؟ تقل حركه الجزيئات. لا، هنا واش راح يصرى؟ تنعدم حركه الجزيئات، تنعدم التصادمات الفعاله، عدم تشكل، ما نقولوش ينعدم، عدم تشكل المعقدات، عدم تشكل النواتج، ينعدم النشاط الانزيمي. هذا بالنسبه للحراره المرتفعه جدا. بالنسبه للحراره، عفوا، بالنسبه للحراره المنخفضه جدا، بالنسبه للحراره المرتفعه جدا راح تتاثر على البنيه الفراغيه، راح تتخرب كامل البنيه الفراغيه، راح تتكسر كل الروابط الهيدروجينيه، وراح تتكسر ايضا الروابط الجسور ثنائيه الكبريت. الجسور ثنائيه الكبريت في الدرجات المرتفعه جدا من الحراره راح تتاثر ايضا بالدرجات المرتفعه جدا من الحراره، راح ينعدم تشكل معقدات اللي هو واش نقولوا؟ عدم تشكل معقدات، عدم تشكل نواتج، بالتالي انعدام النشاط الانزيمي. الان نروح بالنسبه للحراره المنخفضه. انت مثلا حطينا مثلا حطيت حاجه في الفريجيدير، حطيت حاجه في الفريجيدير فريجو، بعد ما نحيتها وحطيتها في درجه حراره مثلى، ترجع لبس كما كانت في الحاله الاولى ولا والو؟ نعم ترجع. بالتالي هذا نسموه تاثير عكوس، سموه تاثير عكوس. العكس بالنسبه اذا حطينا هذا الانزيم، اذا حطينا في درجه حراره مرتفعه جدا، راح تتخرب البنيه الفراغيه، راح تتكسر الروابط، بالتالي هنا راح يكون تاثير غير عكوس، ما يقدرش يرجع الحراره بالتالي ما يقدرش يرجع ويعمل هذا الانزيم. هنا تاثير عكوس، هنا تاثير غير عكوس، صح. حموضه ثاني، كاين درجه الحموضه اللي هو دير بي اش الامثل، البي اش الامثل، وكاين ايضا بي اش مرتفع، اللي هو بي اش مرتفع هو بالنسبه ليه الوسط، في الوسط كي نحطوا هذا الانزيم في الوسط القاعدي. بي اش منخفض، بي اش منخفض اللي هو الوسط الحامضي، بالنسبة له هو الوسط واش؟ الحامضي، اللي هو واش؟ الوسط الحامضي. في البي اش الأمثل لهذا الإنزيم واش راح تكون؟ راح تكون واش؟ راح تكون البنية الفراغية مستقرة، تكون البنية الفراغية
تكون البنية الفراغية مستقرة، تكون البنية الفراغية مستقرة صح. كي تكون البنية الفراغية مستقرة تشكل معقدة أواس، تشكل الناتج، وراح يحدث النشاط، حدود بنية وسهتو اللي عندنا بنية صحيحة. كي راح يكون عندنا بنية صحيحة نشاط إنزيمي، راح يكون عندنا النشاط الإنزيمي يحدث بصورة عادية جدا. وستنسقسيك بين البي اش الأمثل، كاين واحد الحاجة نسمع فيها بزاف وراح تطرح التساؤل، بي اش الأمثل والبي اش اي، هل البي اش الأمثل هو نفسه البي اش اي؟ هو شوف هما ما همش كيف كيف، هما ما همش كيف كيف، ولكن تقريبا ديما 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 البي اش اي يكون قريبا، هو تقريبا هو البي اش امثل. يعني انه قاعده تلقى في انزيم عنده البي اش اي نتاعو بروتين عادي عنده البي اش اي نتاعو مثلا 6.8، تلقى البي اش الامثل لعمل هذا الانزيم مثلا 7.1. يعني تلقى انه البي اش الاي والبي اش الامثل قراب جدا من بعضهم، قراب جدا من بعضهم. بالنسبه للبي اش المنخفض هو في الوسط الحامضي، كنحطوا هذا الانزيم في الوسط الحامضي صح. واش راح يصرى في الوسط الحامضي؟ واش قلنا؟ غني 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 بواش؟ عدوا الوسط هذا الحامضي عدوا بروتونات بزاف. كي عدوا بروتونات بزاف واش قلنا؟ باللي عنده هو اللي راح يمد لهذا البروتين، هو اللي راح يمد الاحماض الامينيه، بالتالي واش راح تكثر؟ راح تكثر الشحن الموجبه عند هذا الانزيم، راح تكثر واش؟ تكثر الشحن الموجبه. خاوتي باش تفهموا هذه اللي رانا نحكي عليها، تكثر الشحن الموجبه وتكثر الشحن السالبه، روحوا شوفوا المراجعه الشامله تاع الوحده الثانيه باذن المولى عز وجل راح تفهموها. البي اش المرتفع في الوسط القاعدي، قلنا الوسط القاعدي فقير جدا جدا جدا، يعني انه البروتين هذا والانزيم هو اللي راح يمد البروتونات هذيك، بالتالي واش راح تكثر؟ تكثر واش؟ تكثر الشحن السالبة. بالتالي هذه الروة تكثر الشحن الموجبة وتكثر الشحن السالبة، على من يأثر البي اش؟ 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 يؤثر على الروابط الشاردية، يؤثر على الروابط الشاردية، لأن الروابط الشاردية هي الوحيدة اللي عرفناها أنها تتشكل واش؟ بين الموجب وبين السالب، بين الموجب وبين السالب H3N بليس والCOO أموا اللي هي بينة، يعني أن البي اش راح يستهدف واش؟ البي اش راح تغير، لم تأثر على الروابط الشاردية. في البي اش المنخفض تكثر الشحن الموجبة، تتأثر واش؟ الروابط الشاردية بين CO أموا والH3N بليس، راح تتكسر الروابط، بالتالي راح تكون عندنا بنية فراغية، بنية فراغية غير صحيحة، راح تتخرب ديك البنية، بالتالي قلة النشاط الإنزيم صح. هنا وش عدنا؟ تؤثر على أيضا على الروابط الشاردية، تأثر أيضا على الروابط الشاردية. كي تأثر على الروابط الشاردية وش راح تولي عدنا؟ بنية فراغية راح تتغير تولي غير صحيحة. كي راح تولي عدنا بنية فراغية غير صحيحة راح تولي عدنا قلة النشاط الإنزيمي. أستاذ حاب نولي مبدع 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 ورايح نزيد إضافات من عندي، وش تروح تدير؟ أنه إذا أعطاني مثلا بي آش مرتفع جدا، بي آش منخفض جدا، إذا كان بي آش منخفض جدا رايح تولي الشحن الموجبة راح تطغى بزاف. إذا كان عندك بي آش مرتفع، إذا كان عندك بي آش مرتفع جدا تكثر الشحن السالبة جدا، بالتالي راح تتأثر، راح تتكسر كل الروابط الشاردية. إذا كان منخفض جدا راح تتكسر كل الروابط الشاردية إذا كان قاعدي جدا، بالتالي واش راح تولي؟ بنية فراغية غير صحيحة راح تتخرب كليا في هذه الحالة وفي هذه الحالة، بالتالي قلة النشاط الإنزيمي انعدام النشاط الإنزيمي. ملاحظة بالنسبة لدرجة البي اش، لكل إنزيم درجة بي اش مثلى يعمل عندها. ملاحظة أخرى أن البي اش الأمثل تقريبا ونفسه تقريبا هو البي اش اي لذلك الإنزيم. خاوتي إلى هنا نقول انتهينا من المراجعة الشاملة لوحدة الإنزيمات. ما تنساش باش تبارطاجي هذا المحتوى مع صاحبك وتبعث هذا الفيديو، خليه يستفيد، خليه يستفيد وتخليه يتعلم. بالإضافة أني قلت أنه كاين أفكار تمارين في فيديو تجميعي لكل أفكار وحداته. صلوا على النبي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.